يصلني الآن أن أرحب بالسيد بازوم محمد، يسألني جاري لك الكلمة سيدي. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués participants. معهد غلاسكو، فريق الخبراء الحكومة الدولية حول تقدم المناخ نشر تقريرين هذا العام، وفي هذين التقريرين يحذروننا مشيرين إلى الالتزامات الحالية بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ستقودنا بنهاية القرن إلى احترار أكبر مرتين من هدف اتفاق باريس. وما ينبع من هذا الانذار هو أن علينا أن نتجنب الخسائر والأضرار الكارثية المتوقعة، وهذا يعني تسريع جهود الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال احترام العدالة والإنصاف والمساواة. ونحن نعلم أن أفريقيا هي القارة الأكثر ضعفا وهشاشة على كوكب الأرض، ويبدو لنا أن من الضروري لمؤتمر الأطراف 27 ولكل اللقاءات حول المناخ التي ستلي من الضروري إذن أن تولي اهتماما خاصا لحاجات القارة الأفريقية. فشواغل القارة هي التالية: أولا، تعريف هدف جماعي جديد وكمي ينطوي على تمويل مناخي مع مراعاة حاجات الدول النامية. ثانيا، تعريف واضح للآليات التي تستخدمها الدول المتقدمة مع احترام التزاماتها بمضاعفة التمويل للتكيف بحلول العام 2025 سنويا. ثالثا، الاطلاع بمسؤولية بشأن الأضرار والخسائر من خلال وضع هيئة حوكمة وترتيبات تمويل محددة. رابعا، إشراك الدول التي تلوث بالحد من أهداف من التحدى من غازات الدفيئة والوصول إلى 1.5 درجات. وأخيرا، التحول الطاقي العادل والشامل والمنصف، وهذا التحول يسمح لأفريقيا باستغلال مواردها في مجال الطاقة وتحديدا الأحفوريات، وهذا شرط لا غنى عنه من أجل التنمية الصناعية المستدامة والقضاء على الفقر. داخل أفريقيا الساحل هو منطقة يتعرض لحالات الهشاشة الأكبر، وبالتالي فإن هذه المنطقة تحتاج إلى مغامرة خاصة على ضوء التحديات التي تواجهها. وأتكلم عن التحديات الأمنية والمناخية وتحديات الهجرة والصحة والغذاء والتحديات الديموغرافية. في الواقع، العنف الذي يعصف اليوم بالساحل مرتبط ارتباطا كبيرا بالكوارث المناخية التي تعيشها هذه المنطقة، ونحن نصر على ذلك. لهذا السبب فإن نيجيريا ترحب بالمبادرات الإقليمية المتخذة من أجل الحد من آثار التغير المناخي، مثل مبادرة الجدار الأخضر الكبير ولجنة المناخ في لمنطقة الساحل. هذه المبادرات تهدف المساهمة في الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الحيوي والحفاظ على الرأسمال الطبيعي الذي يسمح بتعزيز التكيف والصمود في صفوف الناس والشعوب والأنظمة الحيوية. ويرحب النيجر بإنشاء صندوق المناخ لمنطقة الساحل، وهذا الصندوق هو أداة ابتكارية وهو مكيف مع تمويل التدابير المناخية وللمرافقة التقنية المنتظمة والمطردة للعاملين في منطقة الساحل، حيث يواجهون صعوبات الوصول إلى موارد الآليات متعددة الأطراف نتيجة للإجراءات المعقدة. إنشاء هذا الصندوق ورسملته تمتد على 5 سنوات. هذا الصندوق يجب أن يجند ملياري دولار ويساهم في تنفيذ مبادرة
الجدار الأخضر الكبير من خلال التدابير التي تتوارج إلى جانب أمور أخرى للوصول إلى الأمن الغذائي وإبراز القدرات في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن إبراز الرأسمال البشري وتنمية الوظائف الخضراء. وكما نلاحظ فإن وعود تمويل التكيف المكرسة في لقاءات مختلفة أو مكرسة ومن خلال لقاءات مختلفة للمناخ مهمة جدا، ولكن هنالك فارق بين الكلام والتنفيذ. لهذا السبب يجب أن نحدد قواعد تنفيذ هذه الالتزامات بشكل طارئ. وأكتفي بهذا الكلام. أشكركم على حسن انتباهكم. شكرا.